على الأرض بدأت منذ قليل الاشتباكات المسلحة بين المناطق العسكرية الثلاث، المنطقة العسكرية الغربية والوسطى والمنطقة طرابلس، إضافة إلى قوة مكافحة الإرهاب التي تشن في هذه اللحظات هجوما على قوات الجنرال خليفة حفتر في منطقة السبعة. هذا الهجوم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بحسب ما علمنا من السكان والمواطنين، هناك نزوح جماعي للمواطنين منذ صباح هذا اليوم من مناطق سوق الخميس والسباعة والهيرة وبقية المناطق التي تقع على ما بين الطريق الرابط ما غريان ومدينة طرابلس. الاشتباكات في هذه اللحظة عالية جدا، وبدأت يعني منذ حوالي ساعة فقط، وننتظر ما ستفضي إليه هذه الاشتباكات، خاصة بعد دخول يوم الأمس كتيبة طارق بن زياد التي يقودها صدام نجل خليفة حفتر، الذي دخل يوم الأمس إلى منطقة السبعة، وأصبحت المسافة ما بين حكومة قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجنرال خليفة حفتر قريبة جدا. طيب، يعني هناك أنباء عن أسر حوالي 145 عنصر من قوات حفتر وحوالي 60 آلية، ما صحة هذه الأنباء؟ بالفعل أكثر من 140 عنصرا تابعين للكتيبة 107 التابع للواء 106 مجحفل، هم وقعوا أسرى يوم صباح هذا اليوم لقوات المنطقة الغربية، تحديدا في مدينة الزاوية، عندما تم الإلقاء القبض عليهم في كوبري 27 حينما حاولت قوات الجنرال خليفة حفتر التقدم عبر هذا المنفذ إلى العاصمة طرابلس، ولكن قوات المنطقة العسكرية الغربية استطاعت أن تبسط سيطرتها الآن على غرب مدينة طرابلس. التوتر الآن في جنوب العاصمة ما بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجنرال حفتر. طيب، بالنسبة لقوات حكومة الوفاق الوطني، كيف يعني من المعروف أن هذه القوات يعني كزخم ليس لديها الزخم الكبير أو العدد الكبير لربما أو الدعم الكبير من الآليات أو المعدات لمواجهة لربما قوات حفتر، كيف واجهت هذه القوات؟ قوات حكومة الوفاق الوطني تعتمد هذه الحكومة على المناطق العسكرية الثلاث، المنطقة العسكرية الغربية والتي يقودها اللواء أسامة جويلي، والمنطقة العسكرية طرابلس التي يقودها اللواء عبد الباسط مروان، إضافة إلى قوات المنطقة الوسطى والتي تمثل قوة كبيرة لدى حكومة الوفاق الوطني، على باعتبار أن أغلب عناصرها من مدينة مصراتة الساحلية. هذه القوات تحركت منذ يوم الأمس إلى العاصمة طرابلس، وهناك أيضا قرار من رئاسة الأركان العامة في طرابلس بضرورة توجيه الكتيبة 166 إلى العاصمة والدخول في هذه العملية للحفاظ على أمن العاصمة كما تقول حكومة الوفاق، وأيضا لصد أي هجوم من قوات الجنرال خليفة حفتر على المدينة. كيف يبدو سريعا الوضع الإنساني في المدينة؟ يعني أرى من خلال الصورة أن الأمور يعني تسير بشكل اعتيادي. يعني بالفعل الأمور تسير بشكل اعتيادي جدا، هنا في الشوارع الرئيسية في العاصمة طرابلس الحركة اعتيادية جدا كما تشاهدون يعني من خلفي، برغم أن اليوم هو يوم عطلة في ليبيا، لكن الحركة تسير بشكل شبه اعتيادي جدا. لكن هناك إقبال كبير من المواطنين على محطات الوقود وعلى المواد الغذائية وأخذ احتياجاتهم الأساسية، خاصة
بعد اعتزام الجنرال خليفة حفتر الدخول إلى العاصمة. الجميع يعلم أن حكومة الوفاق الوطني تمتلك قوة من المناطق العسكرية الثلاث لصد هذا الهجوم، وأيضا الطرف الآخر يمتلك قوة لدخول العاصمة طرابلس. أود التذكير والتأكيد بأن القوات الجوية دخلت في هذه المعركة منذ يوم أمس، وتقوم بطلعات جوية مكثفة في جنوب طرابلس. وصلت الصورة محمود رفيدة، بالتأكيد سنتابع معك كافة التطورات في طرابلس وما يجري على الأرض هناك. شكرا جزيلا لك مراسل أصوات مغاربية محمود رفيدة.